مفيش أوبئة، مفيش السنة أوبئة دي. عندنا في المنطقة العربية، ولو اتوجدت في العالم هيبقى تأثيرها ضعيف، مش هتطول المنطقة العربية ولا مصر. طيب مين قبل ما اختم كده، مين نجمه من الفنانين هيعلى السنة دي وغير متوقع؟ هقول لحضرتك على حاجة، احنا في نجم كان معايا سجل معايا عندنا في البيت وشرفت بوجوده، ده هتلاقيه بطل وجان وهيلعب أدوار في رمضان، دور أول أو دور تاني إن شاء الله. وفي بعض مين؟ أنا ما أعرفش مين اللي سجل معايا. هو يعني مش لو هذكر اسمه يعني ماشي، مش هذكر اسمه خلاص يعني، كان جه سجل معايا في طبعا إيه على حلقة تامر؟ على تامر. اه تامر طب مش شلتوت الايام بينا في رمضان اللي جاي ما صديقي كانش تامر تامر شلتوت اقل حاجه له ادوار اكبر من اللي كانت موجوده تمام. او هيلعب دور البطل الاول. طيب مين ماشي. مين نجمه هيعلى؟ مين من النجوم الموجودين نجمه هيعلى اكتر؟ في يعني في اتنين من النجوم اللي هم يعني الشباب بس كبار شويه من غير ما اقول اسمائهم، دول هيمثلوا افلام عالميه على نهايه السنه ديت. ما انت لو مش هتقول اسمائهم يبقى ما ملوش لازمه الكلام. لا هقول اسمائهم لان دي حاجه كويسه. في احتمال يكون خالد النبوي. خالد النبوي هيعمل فيلم عالمي. عالمي. واسر ياسين ونفتكر كلام واسر قبل رمضان اللي جاي. الله. ودي انا بقولها وعلى مسؤوليتي وانا الحمد لله دول، وسبحان الله حتى المقدمات هم بتقول نجوم عالميه، حتى تلاقي لهم فكر. والاثنين دول وفي تاني بس هم دول اللي قدامي يعني واضحين ان شاء الله. مين في السكه؟ يعني ممكن كريم عبد العزيز يشارك في فيلم برضه عالمي، بس هم اكتر شويه من كريم يعني. انا اتبسط قوي بالحاجات دي. وعلى فكره في هاني سلامه برضه، دول اربع نجوم، دول لا يخلو واحد او اتنين هيبقى في الافلام وطبعا التمثيل العالمي ان شاء الله. مين المطربين اللي هيكسروا الدنيا؟ احنا عندنا المطربين بتوعنا ما الحمد لله مكسرين الدنيا. هيروحوا فين تاني هيكسروا الدنيا اكتر من كده؟ يعني زياده. في طبعا مطربين برضو النجم بتاعهم هيعلى اكتر واكتر. طبعا يعني حماده هلال مثل وعمل افلام وعمل مسلسلات ناجحه. حماده انت كنت عامل مسلسل رائع. في رمضان اللي جاي هيكون له مسلسل افضل وافضل، وطبعا هينطلق في الغناء اكتر من اللي هو موجود. على فكره من الناس اللي ممكن تتفاجئ ان بيمثل فيلم عالمي تامر حسني، ودي انا بقول لك عليها برضه. تمام. لان تامر برضه مقومات العالميه عندنا. توقعت محمد رمضان في الاسماء؟ نعم توقعت انك هتقول لي اسم محمد رمضان في الاسماء. بص بس ما قلتش. محمد رمضان يعني ايه نجم عالي، لكن الى حد ما نجم الشعب المصري ونجم الشعب العربي. بس جميل. مقومات العالميه بيبقى لها يعني هو ممكن يكون في الاسماء، ما ظهرش قدامي بس ممكن يكون في الاسماء. الله يا رب. هو عمل طبعا رمضان نجم ومحبوب وطبعا ما فيش مشكله يعني، سبحان الله جعفر العمده يعني والمسلسل المشهور محمد ممكن يكون موجود منهم. لان طبعا ده يعتبر من نمبر 1 زي ما بيقولوا فعلا. طيب انا عايز انسى، كنت يعني هقول حاجه برضه قبل ما انساها، في ناس في بلدنا هنا في مصر هتحصل على جائزة نوبل في مصر أو دول عربية. جائزة نوبل السنة ديت هيكون لنا نصيب فيها، والأيام بينا احنا في شهر 6 وعلى آخر السنة بيتم توزيعها أو قبل كده. واتمنى مصر بإذن الله.